هل رأيتم هذا الفيديو؟ كان سريعا، مدته لا تزيد على 10 ثواني. هذا الفيديو بقيمة 6,600,000,000,000 دولار. دعونا نشاهده مجددا. إذا مش مصدقين، نعم هذا الفيديو قيمته 6,000,000 دولار. لماذا؟ لأنه قطعة فنية رقمية أو ديجيتال، مثلما أصبحت هناك عملة رقمية تسمى البيتكوين وتجارة رقمية وسوق رقمي، أصبح الآن لدينا فن رقمي. لشرح القصة من البداية، أنفق هذا الجامع للأعمال الفنية واسمه بابلو رودريغيز ما يقرب من 60,000 دولار على عمل فني، وهو مقطع الفيديو الذي شاهدناه، ثم باعه منذ أسبوع مقابل 6,000,000 دولارات. هذا المقطع صممه فنان رقمي اسمه بيبيل، ووثقه باسمه بواسطة تقنية تسمى البلوك تشين. هي بمثابة توقيع رقمي لإثبات من يملك العمل ويثبت أنه العمل الأصلي. هو نوع جديد من التوثيق الرقمي يسمى الرمز غير القابل للاستبدال أو NFT، وهو رمز يوثق ملكيتك للعمل الفني الرقمي ويوثق أن ما لديك هو النسخة الأصلية في هذا الإطار. طبعا هنا تقنية الـ NFT عبر المصادقة علنا عليها واعتبارها فريدة من نوعها على عكس المواد التقليدية عبر الإنترنت التي يمكن نسخها. للتبسيط، لنفرض مثلا لديك لوحة الموناليزا الشهيرة، كيف لك أن تثبت أنها الأصلية وليست مقلدة عن طريق الوثائق والتدقيق؟ وهذا هو ما تفعله الـ NFT عبر رمز غير قابل للاستبدال ومميز مثله مثل الدولارات أو الأسهم أو سبائك الذهب. الآن رغم كل ما شرحناه، فأن وجود فيديو رقمي مدته 10 ثواني ثمنه أكثر من 6,000,000 دولار أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ولاقى العديد من ردود الفعل والتساؤلات، مثل حازم الذي كتب قائلا: هذه بداية نهاية العصر الحديث، بداية عصر المستقبل، كل شيء سيتحول للإنترنت أو الديجيتال، وبكرة العملة الورقية ستعود لأصلها وقيمتها. لا شيء، لا ورق، وسيتحول كل شيء إلا إلى نقاط رقمية، راتبك، رصيدك في البنك، وحتى فنك. أما هند علقت قائلة: التطور التكنولوجيا شيء حلو، لكن مش لدرجة دفع 6,000,000 دولار بفيديو GIF. الناس انجنت، زي البيتكوين اللي صار حق الوحدة 50,000 دولار. أخيرا تساءل ياسر قائلا: يعني بكرة حنشوف حيبقى متحف اللوفر على النت أو حاجة زي يعني. طيب، دعونا نذهب الآن للحديث أكثر من بيروت، الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني سيد فريد خليل. أهلا بك سيد فريد. إذن سيد فريد، هي تقنية جديدة أذهلت الناس، أبهرت الناس، فيديو قصير ينباع ب6,000,000 دولار لمجرد توثيقه. هل هذا الأمر جديد؟ إلى أي مدى هو منتشر؟ إلى أي مدى تعتقد أنه سينتشر خلال الفترة القادمة؟ مرحبا. لابد بالبداية بس نرجع نعرف شوي شو معنات كلمة NFT، اللي هي بالإنجليزي Non-Fungible Token، أي كما تفضلت وحضرتك قلت من شوي أنه هو رمز غير قابل للاستبدال. هو نوع جديد من الفن الرقمي أو التقنيات القائمة على الرموز الغير قابلة للاستبدال، التي تعتمد تقنية البيتكوين التي تحافظ على أصالة وحقوق الملكية لأي شخص ينشئ محتوى رقمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه لها فائدة كبيرة للحفاظ على حقوق الملكية، إلا بفترة كل العالم بحاجة إن تقدر تحفظ هذه الملكية. طبعا رواجها بالفترة الأخيرة هو بلش يصير، يعني هذا الفيديو اللي عم نحكي عنه هلأ كان بأكتوبر 2020 عندما اشتراه بابلو من بيبل الذي هو ديجيتال أرتست، واسمه الحقيقي مايك ويلكمان، فاشتراه بوقتها قبل الانتخابات الأمريكية. وهذا الفيديو إذا بتلاحظ هو لدونالد ترامب على الأرض، ومكتوب لوزر على 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 ظهره، أي الخاسر. طبعا بعد الانتخابات الأمريكية المحتوى لهذا الفيديو أصبح ذو أهمية، وفي طيب. العالم الرقمي وهذه الأرقام الكبيرة أصبح هذا المبلغ كبير جدا.
طيب سيد فريد، في بعض الأمور لا تفهم حقيقة حتى لمستخدمي البيتكوين. تعمقت في مسألة البيتكوين وكثير من الخبراء تعمقوا، لكن مسألة الأموال هذه أين ذهبت؟ يعني 6 مليون دولار إلى من ذهبت؟ من يملك الحقوق الآن؟ كيف بيعت؟ يعني هذه المسائل هل هي واضحة؟ فعلا هذه المسائل ليست واضحة حتى الآن. الكل يقول بأن ما يحصل الآن هو موجة كبيرة، ولكن الجيل الجينيريشن زي أو الجيل الجديد يرى في هذه الأرقام أرقام كبيرة جدا، أكثر بكثير مثلا من الدولار. فالدولار قيمته 1800 دولار، اليوم البيتكوين الواحد بحدود 55,000 دولار. هذا ما يدفع هذا الجيل إلى التوجه نحو البيتكوين. إيلون ماسك قال بأنه سيستثمر ب1,500,000 دولار في البيتكوين، مما زاد في قيمة البيتكوين في الأسابيع القليلة الماضية. الفكرة الأساسية أن لا أحد يعلم من وراء البيتكوين بشكل أساسي، هنا يجب طيب. تعمق كثيرا. فهو كالأسواق التجارية الأخرى، هناك يعني يجب دراسة كيف التعامل مع البيتكوين. ولكن الـ NFT لا تشبه كثيرا البيتكوين، فهي غير قابلة للاستبدال. البيتكوين ممكن استبداله ببيتكوين آخر، أما الـ NFT شيء آخر، يعتمد على نفس تقنية البلوك تشين، ولكن أهميته بأنه رمز مميز. القيمة التي تدفعها هو لهذا الرمز المميز، ومن هو وراء هذا المحتوى للحفاظ على الملكية، على حقوق الملكية والأصالة لهذا المحتوى الفني أو الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب سيد فريد، أخيرا يعني اليوم نحن نتحدث عن تقنية جديدة، هل تعتقد ستنتشر في أوساط مثلا الفنانين أو حتى منتجي الفيديوهات، ربما الصور الرقمية؟ هل هذه ممكن قابل أن نراها الفترة القادمة؟ ومن يزود هذه الخدمة أيضا؟ صحيح، هذه تكنولوجيا جديدة، أكثر ناس مستفيدين منها هم منتجي الفيديوهات والصور الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فهم من خلاله سيتمكنون من حفاظ الملكية عبر البلوك تشين الذي يتيح لهم عدم تزوير الحقوق الملكية الأساسية. فهي أصبحت تنتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ويحفظ لهم الربح من أعمالهم. هذه هي النقطة الأساسية الجد مهمة. فهذه التقنية يجب أن نقول بأن هناك خصائص ومميزات أساسية. أولا بأنها نادرة، مما يرفع قيمتها، أنها فريدة لأن كل عمل فني لا يشبه العمل الآخر، لا يمكن تجزئتها. فالبيتكوين ممكن شراء عدد معين منه، إنما الـ NFT إما شراؤها كاملة إما لا تشتري، وتباع في أسواق معينة بالبيتكوين، ليس بالعملة الورقية النقدية. هذه خصائص جد مهمة للـ NFT، مما سيدفع بأن تصبح منتشرة أكثر في هذا المجال. في منطقتنا العربية سيد فريد، هل من تجربة لها؟ لا تجربة كبيرة إلى الآن، فهي جديدة. الكل يحاول الآن، وبعد رواج هذا الفيديو خصوصا بدأ البحث كيف ننشئ NFT لعمل فني معين. أظن في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة سنرى في عالمنا العربي الكثير منها. طيب أشكرك الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني سيد فريد خليل، شكرا جزيلا لك.